الآن الحاصل علاقة البنزوديازيبين بالجابا بتتبين عندنا في هذا الشكل اللي بيحكي عن positive allosteric modulation of GABA A receptors. الآن الجابا A receptors في 5 sub units، 5 sub units داخل بوسطهم في الكلورايد شانل. ال 5 sub units بيناتهم مواقع binding sites للجابا، فمثلا هون بيركب إشي بيركب إشي وهكذا. ففي أماكن بيركب فيها الجابا تمام، وفي أماكن بيركب فيها positive allosteric modulator زي البنزوديازيبين. فهون مثلا البنزوديازيبين بايندينج سايت، هون الجابا ساينس يعني بيركب على الجابا ريسبتر، الجابا نيورو ترانسميتر. فبطبيعة الحال لما يجي جابا، هذا رمز الجابا، يجي الجابا يركب على المناطق تبعته، اللي بيصير انه الكلورايد شانل اللي كانت تفوت مثلا هون شوي بيصير الفريكوانسي للاوبننج للشانل اكثر، فبتصير تفوت اكثر بطبيعة الحال. طيب فلنفترض انه في عنا بنزوديازيبين ركب بمكان البايندينج سايت تبع البنزوديازيبين، هل راح تتاثر الكالسيوم شانل؟ لا ما راح تتاثر، لانه هو بوزيتيف الوستريك موديليتر مش اغونست بذاته يعني. فاللي بيصير انه ما بيسوي شيء. في حين اذا كان راكب عندي اصلا جابا واجى البنزوديازيبين ركب، فهو بوزيتيف موديليتر، بوزيتيف الوستريك موديليتر، مع الجابا بيزيد الفريكوانسي اكثر واكثر. فهو الجابا لحاله ولا الجابا مع البنزوديازيبين؟ لا مع البنزوديازيبين اكثر كثير. وطبعا الكلورايد لما يدخل بيكون له انهيبيتوري افكت بطبيعه الحال. هاي قصه الجابا وعلاقتها بالبنزوديازيبين ان جنرال. وبس كلام بسيط هنا، انه لما نحكي مثلا عن الفلومازينيل، الفلومازينيل هو فعليا ايش بيشتغل الفلومازينيل؟ الفلومازينيل بطبيعه الحال هو بنزوديازيبين ريسبتر انتاغونست، فهو بيشتغل على الجابا اي ريسبتر بس مش بشكل عام، هو بيشتغل على البنزوديازيبين سايت، هو انتاغونست على البنزوديازيبين سايت. فهو بيجي بيركب بدل البنزوديازيبين، بيطرد البنزوديازيبين وبيوقف شغله. هل بيوقف شغل كل الريسبتر؟ لا، هو بيوقف شغل البنزوديازيبين عن انه يعمل بوزيتيف الستريشن موديوليشن تمام، بوزيتيف موديوليشن انه يزيد الاكتيفيتي، فبيروح بيرجع الاكتيفيتي بس على الجابا لحالها. وهذا طبعا بنستخدمه لما يصير في عنا اوفر دوز، لما يصير في عنا انستيزيا وبدنا نوقفها مثلا، بحسب الحال.